بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شهوه اسعاد الاخرين، احنا موضوعنا الكبير بفكركم تاني، والتكرار يعلم الشطار، ان احنا عاوزين في الصيام نعلى بالشهوه الروحيه ونقمع اجسادنا او نقاوم شويه كل ما نشتهي على الارض لحساب شهوه السم. قلنا شهوه الصلاه، شهوه التوبه، شهوه الخدمه، شهوه حب الناس، كل الشهوات اللي تتفق مع روح الله. من ضمن الشهوات اللي بتحرك قلب ربنا يسوع والمفروض تحرك قلبنا كلنا، المسيح له المجد جاي يفرح الناس. المسيح له المجد جاي سبب فرح على الأرض، السلام. الأرض ابتهجت بمجيء المسيح، وكل القديسين كانوا سبب فرح. قيل عن ميلاد يوحنا المعمدان كثيرون سيفرحون بولادته. طب انت قديس او ربنا عاوزك قديس، ما تبقاش سبب فرح للي حواليك. روح المسيح ساكن فيك، ما تبقاش انت مريح ومفرح. دي بقى تكبر جواك لدرجة الشهوة. يعني ايه؟ يبقى ده اللي بيحركك. ما فكرة الشهوة ديزاير حاجة بتلح عليك، حاجة بتزقك من جواك، رغبة عمالة تدفعك لحاجة معينة. من الرغبات المقدسة الجميلة أن تسعد من حولك. طبعا هنا عاوز أحطها في كلمة أخرى، أهم كلمة في قاموس إسعاد الناس دلوقتي في رأيي، التشجيع. تعالوا الأول نبص لكلمات الكتاب المقدس. نص جميل قاله القديس بولس، خدناه شعار في سنة كده من السنين يصلح لكل الخدام. قال ايه؟ نطلب اليكم ايها الاخوة انذروا الذين بلا ترتيب. بلا ترتيب يعني مش ماشيين حسب الرولز، انرولي، يعني ماشيين كده ما بيكذبوا، ما لهمش في الكنيسة، ما بيخافوش ربنا، بيجروا ورا الفلوس. لا، دول عاوزين انذار، انذار حب. حاسب يا حبيبي. شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. بصوا لها كده كام فعل فيها دي، ده انا خدتها معاكم زمان. انا فاكر اربع افعال كبار: انذروا، شجعوا، اسندوا، تأنوا. قولوهم تاني عشان تحفظوهم: انذروا، شجعوا، اسندوا، تأنوا. الاربع افعال دول لهم دور في اسعاد الناس. لما تلاقي واحد ماشي غلط، انذروا، بس في فرق بين الانذار ووشك مكشر والانذار وعينيك كلها حب. قديس بولس استخدم كلمة الانذار مرة بطريقة حدش يقدر يتخيلها، يعني من جمالها. بيقول كنت انذر بدموع كل واحد. تصور انا جاي اقول لك حاسب يا حبيبي انا خايف عليك لانك ما بتتناولش وعينيا فيها دموع، تقبل؟ انت لازم تتأثر. انت تقول لي يا ابونا انت خايف عليا للدرجة دي؟ لكن انا مش بشخط فيك وبقول لك بطل كذب، لا، ده مش انذار. الانذار اللي مبني على حب غالبا يقبل، ويقبل بفرح، زي التعبير اللي يقوله المزمور: فليوبخني الصديق برحمه ويؤدبني، اما زيت الخاطي فلا يدهن راسي. مش عاوز كلام ناعم معسول من واحد يضحك عليه، عاوز واحد يقول لي حاسب دي غلط بس انا عارف انه بيحبني وده يسعدني لأنه نبهني وفوقني. بس خلوا دي هقول يمكن صعبة عشان في ناس ما بتحبش حد يشاور لها على الغلط. التانية بقى محدش ما بيحبهاش. شجعوا صغار النفوس. مين صغار النفوس؟ أحدث الدراسات بتقول كل البشر بدون استثناء. نشكر ربنا يبقى كلكم. صغار النفوس هو الإحساس إن أنا أقل أو عاجز أو ضعيف أو مش قادر أو مش محبوب أو مش مقبول. أو ما فيش حد ما بيعديش على المشاعر دي. مشاعر دي عالية جدا عند ناس حياتها كانت قاسية، تربيتها كانت صعبة، لكن المشاعر دي بتخبط في أقوى الناس. إيليا جاله صغر نفس، يونان النبي جاله صغر نفس، موسى النبي جاله صغر نفس. فانتوا ما تستغربوش، كلنا بيجيلنا. طب ما تمشي تشجع الكل وخلاص، 90% هتخبط هتجيب جون. يعني ايه 90%؟
هتلاقي نفسك اللي بتشجعه ده بيستقبل منك. اعتبر كل من حولك عاوزين تشجيعه. مرة بقول لزوجة طب شجعي جوزك، قالت لي ده اشجع جوزي ده طبعا قالت كلام حلو، انما هي مش واخدة بالها هو عصبي وناجح بس هو محتاج تشجيع، هو جوه طفل هو عاوز يتقال له انت كويس. بس مراته طول النهار بتقول له انت مقصر، فطبعا هي سر العصبية بتاعته. لما عدلت البرنامج قعدت اقنعها، يعني جات لي بعد اسبوع قالت لي يا ابونا دي وصفة سحرية. قلت لها لا مش سحرية، وصفة كتابية. ابتدت تشجعه وتدلع فيه وبطلت تنقده، كانت كل يوم تسمعه كلمتين. فالراجل جه بعد كام يوم بطل عصبية خالص لوحده، لانه أتاري مع العصبية والجعجعة دي، هو اساسا جواه احتياج للتشجيع بس هي مش واخدة بالها، هي فاكرة بقى متكبر وطالع فيها لا جواه نقص برضه زي كل الناس. ثالث كلمة اسندوا الضعفاء، مش كفاية تشجع الضعيف، لازم تدي ايدك، ايدك بايده، لانه التشجيع غالبا موقف كلامي لكن المساندة فيها موقف عضلي او موقف في مجهود شوية. عموما القاعدة تقول تأنه على الجميع في كل الاحوال، طول بالك على الكل. انا هركز على التشجيع. اولا كلمة صغر النفس جت في الكتاب، يعني دي مش كلمة نفسانية علمانية، لا لا هي كلمة كتابية. اول مرة ذكرت في خروج 6 كلم موسى هكذا بني اسرائيل، لكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. حتى الترجمة الانجليش كلمة غريبة شوية، anguish of spirit، يعني النفسية المقهورة او النفسية المكسرة محطمة مضغوطة جدا. اذا صغر النفس معناه واحد نفسيته مضغوطة، والحقيقة ما فيش حد في الزمن ده نفسيته مرتاحة. فبصوا بقى صغر النفس معطل للإيمان، اذا الموضوع يهمنا لان احنا ناس حياتنا كلها في الحتة دي في الإيمان. الناس ما قدرتش تصدق موسى اللي بيقولها ربنا بيحبكم، لسان حالهم بيحبنا وسيبنا في الغلبة ده، ربنا بعتني خلصكم. يا عم تخلص مين، ملهاش حل يا جماعة، انتوا شعب ربنا، شعب ربنا مين بس، ده احنا مش راضين يستقبلوا. ليه؟ من صغر النفس. وهو ده اللي بيحصل معانا ساعات، واحدة تبقى مكسورة نفسيتها مهما يجي لها وعظ وآيات وكلمات حلوة ان ربنا بيحبك، ربنا مسؤول عنك، ربنا معاكي، مش مستقبلة، الكلام مش داخل. ليه؟ صغر النفس صوته اعلى. فهمتوا المشكلة؟ يبقى العلاج الجذري ايه؟ شجعه. طيب كيف تسعد الآخرين بالتشجيع؟ قبل ما أقول لك دي أقول لك إن ربنا دي طريقته، فأنت هتتشبه بربنا لما تبقى ماشي تشجع، لأن الله مشجع جدا. ربنا طبيعته كده مشجع بطريقة غريبة. هتصور كده كلمات قالها ربنا ما قالهاش بحرفها، بس ربنا قال معناها. بيقول لنوح أنت قادر يا نوح تبني الفلك، بيقول لموسى انت قادر يا موسى تخرج الشعب، بيقول ليشوع انت قادر يا يشوع تقسم الارض. كل واحد من دول ما كانش يقدر، فالكلام ليك انت، انت قادر يا فلان تخدم، انت قادر يا فلان تنقذ انسان، انت قادر يا فلان تفرح السماء بخاطي واحد يتوب، انت قادر. اللي قال لنوح ولا موسى ولا مش بيقول لك، ما هو بيقول لك الله مشجع، لأن التشجيع بيبان أنه حط ثقته في ناس قد كده بس مديهم ثقة، زي ما حط ثقته فيكم تخدموا، لأنه هتعرفوا من أدوات التشجيع الأساسية أن تثق في الآخر. مجرد تحط ثقتك في شخص أنت شجعته جدا. أنت قادر يا جدعون تخلص شعبك. جدعون على فكرة آوح، أول ما المسيح ظهر له أو يعني رئيس الملائكة ظهر له قال له الرب معك يا جبار البأس، فزي اللي بيقول له أنا جبار بأس، ده أنا الصغير في عيلة أبويا وعيلة أبويا الصغيرة في السبط، والسبط خيبان والعيشة كلها بايظة، وبيقول له يا جبار البأس. وعلى فكرة في علم النفس الحديث يقولوا الكلمة اللي بتطلع منك بالذات لشخص صغير النفس بيتقمصها. لو قلت لواحد اصلك لمؤاخذه غبي
بيبقى غبي، بتركب تعجبه يعني ايه؟ هو صدق لما تقول له انت على فكرة ذكي بتعجبه برضه، فبيطلع ذكي او بيحاول يثبت ذكائه. لما تقول له واحد انت مستهتر بيكمل استهتار. لما تقول له واحد انا معجب بيك لانك مجتهد تلاقيه بيجتهد الى هذه الدرجة. عشان كده ربنا بيبصلنا على اننا قديسين عشان نبقى قديسين، فهمتوا؟ ربنا مش بيبصل لنا على اننا شوية خطاه، احنا بصين لنفسنا ان احنا كلنا خطيئين، بس ربنا مش دي نظرته لينا. ربنا بيبصل لنا بشكل محترم جدا كلنا، دي طريقته لانه مشجع. انت قادر يا يوسف تنقذ مصر، فيوسف قدر ينقذ مصر. انت قادر يا سليمان تحكم المملكة مطرح ابوك. سليمان لما صهر وصلى قال للمسيح انا صغير والمملكة كبيرة قوي، ادي عبدك حكمة. فظهر له المسيح قال له هديك حكمة وانا فرحان بيك. اذا بداية كده صفة من صفات الله اللي المفروض نقتنيها عن الله هي صفة التشجيع. وعلى فكرة التشجيع مجهوده قليل مفعوله كبير، احفظوا الفكرة دي، مجهوده قليل تأثيره كبير. يعني ممكن تقول جملة، الجملة دي تفضل معلقة مع شخص العمر كله سنداه مقوياه. تصور ده ايه الدواء السحري ده اللي تاخده في لحظة يشتغل طول العمر؟ التشجيع. ومع هذا احنا والحمد لله الموضوع بعيد عننا خالص، احنا كلنا نعرف نرزع ونخبط ونشوف العبر في الناس كلها، ونادرا ما واحد يعرف يقول كلمة حلوة. اول كلمة عاوز اركز فيها هي كلمة التراست، ثق وانقل الثقة. ثق بنفسك كما يثق بك الله. ربنا حط ثقته في تلاميذ وهو كان عارف كلهم هيشكوا، مش كده؟ قال لهم قبل صليبه كلكم هتشكوا. طب يا رب ناس هيشكوا فيك، تديهم مواهب تخليهم يخرجوا شياطين يتكلموا بلسانك يبقوا مسؤولين عن الكنيسة بعد كل اللي عملتوه معاهم يشكوا؟ ومع كده اداهم ثقة وظهر لهم وقال لهم اذهبوا واكرزوا للعالم اجمع انت لسه واثق فيهم. المسيح له المجد يثق فينا او يعطينا ثقة. طب ليه ما نثقش في نفسنا؟ دي غير الكبرياء، الكبرياء حاجة تاني، ده علاج لصغر النفس. ثق ان الله قادر ان يعمل بيك طول ما انت متواضع، طول ما انت شايف انه الفضل ليه، لكن هيشتغل بيك. عشان تعرف تثق في غيرك، الحوار اللي كنا عاملينه من ساعتين بتاع الكل يخدم، في تعليق كنت مستنيه ما حدش قاله. التعليق يتلخص في كتاب كده قريته اسمه أزمة ثقة. عارفين ليه الكنائس مش بتخلي الشعب يخدم؟ لأن المسؤولين لا يثقوا في الشعب أو لا يثقوا في الناس يعني عموما، فهي أزمة ثقة. فعشان كده عدد الخدام قد كده وبيأكلوا في بعض. لكن إذا كان ربنا بيثق في ولاده، ألا أثق أنا فيكم وحملكم مسؤولية؟ إزاي طيب؟ ده ربنا نفسه حط فيكم روحه، أطلع أنا مين يعني؟ يبقى أنت تنفع تخدمه؟ طبعا تخدمه، ده أنتوا تهزوا جبال. فالقصة أزمة ثقة، أزمة ثقة بالنفس وأزمة ثقة بالآخر. لكن لو أنا ربنا إداني ثقة وإداني مسؤولية، طب ليه ما ثقش فيك؟ كان عندنا قسيس كبير كده كلمته حلوة، أقول لك اللي اشتغل بيك يشتغل بغيرك، اللي اشتغل بيك يشتغل بغيرك. هي وقفت عليك يعني؟ إذا كنت أنت عارف أنك كلك خطايا وربنا بيشتغل بيك، وكلكوا دقتوا أن ربنا بيشتغل بيكوا بجد، يعني إيه؟ تستغرب أنك أنت فلحت يعني في الخدمة. طيب يبقى مستغرب ليه أن حد تاني يفلح رغم عيوبه؟ ما عادي، ما هو دي قاعدة حاططها ربنا. نكمل. انت قادر، انت قادر يا زكا تغير حياتك. المسيح دخل بيته على فكرة ما قالوش توب ولا بطل، ولا هو زكا حس بالحب وحس بالثقة. طيب رب مش مكسوف تدخل بيتي؟ انت قابل اتحسب عليك واحد تبعك؟
طب بص بقى انا هعمل واسوي، وطلع حاجات حلوة قوي. انت قادر يا بطرس تستعيد مكانتك كرسول؟ هتحبوني؟ نعم يا رب. ارعى خرافي على طول كده، ما تكتبوا طيب ورقة كده ويمضي عليها بقى الاحسن، ده بتاع حركات ده، ما تسمعوا كلمتين على الاقل. انت مش بتحبني؟ نعم. خلاص اشتغل بالبساطة دي يا رب. يرجع تاني القديس العظيم بطرس بعد اللي عمله. ايوه ايه يعني لحظة ضعف، بس انا بحبه وهو بيحبني وانا واثق فيه. يا سلام يا رب، قد ايه التشجيع ده خلى بطرس يرجع عظيم جدا، لانه حس انه المسيح حط فيه الثقة رغم كل اللي عمله. انت قادرة يا سامرية تكسبي الناس كلها، انت قادرة يا مجدلية تبقي اول مبشرة للقيامة رغم الهيستوري، ها؟ انت قادر يا ماري مرقص تكتب اول انجيل رغم الهيستوري، ما هو ماري مرقص كان خواف في الاول برضو مش كده. انت قادر يا بولس تبشر الامم رغم انك كنت عدوي فيهم. يبقى واضح ان ربنا دي طريقته، مشجع بطريقة مذهلة، يكبرنا بزيادة ويثق فينا بزيادة. انا بقول المقدمة دي ليه؟ عاوزين نتعلم ده من ربنا، نكبر ونكتر. قولوها ورايا عشان نفسي اسمعها دي، ها؟ هنعمل ايه؟ هنكبر ونكتر، يعني هنكتر الخدام وهنكبرهم، مش هتقف علينا، لا، عاوزين كل الناس تكبر وعاوزين كل الناس تكتر. تكتر يبقى الخدام كتار عشان الحصاد كتير. طرق التشجيع، تشجع ازاي؟ طبعا احنا قلنا مفتاح التشجيع هو كلمة التراست، لما بتثق في الآخر بيطلع أحسن ما عنده. تأكدوا دي بداية من الطفل الصغير، ثق فيه طلع أحسن ما عنده. أول طريقة للتشجيع احترام الرأي والفكر، احترام الرأي. لما يجي حد يقول رأي احترمه، ده تشجيع. اللي بيتكلم ده يستحق الاحترام، الفكرة تستحق الدراسة، حتى لو هي شكلها فيها أخطاء بس ممكن يطلع منها حاجة. وهي دي المشاركة. يعني ايه؟ هو انت تفتكر انت الوحيد اللي بتعرف تفكر؟ ما كل الناس بتفكر كويس. هو انت الوحيد اللي فيك ربنا؟ ما كل الناس ربنا ساكن فيهم. يبقى اول طريقة للتشجيع ان تحترم رأي الاخر وان تستمع باهتمام. ودي الناحية التانية، استماع الجيد. مجرد ان انا بسمعك باهتمام، لو انا عرفت اعمل كده ده تشجيع ليك، انت تسمع الاخر ده تشجيع لي. ثالث نقطة في التشجيع المتابعة والتحفيز. التحفيز اللي هي الموتيفيشن، أو ساعات سموها انسبيريشن، تسخن الناس، أنت كويس، أنت هتقدر، يو كان، يو كان، أنت قادر. تقولها لابنك في بيتك، وتقولها لابنك في مدارس الأحد، وتقولها لشاب واقع في الإدمان، وتقولها لبنت ماشية غلط. تقدري تطلعي من الحفرة، تقدري تعيشي عيشة كويسة، تقدر يبقى مستقبلك مختلف، تقدر تبقى خادم محترم، تقدر تبقى مختلف تماما عن اللي فات. التحفيز المستمر. طريقة أخرى في التشجيع المديح والتقدير. لما حد يعمل حاجة ليه ما يسمعش كلمة حلوة؟ ليه ما يتقدرش؟ التقدير نوع من التشجيع. كل الرجال يرجعوا بيتهم، لو البيت مبهدل لازم يعلق، لو البيت منظم يدخل ياكل. الله، طب البيت مبهدل قلت ماله مبهدل فوتناها لك، البيت منظم ما دخلتش ليه قلت البيت منظم؟ مش موجودة في القاموس. لو الأكل حلو ياكل، لو الأكل وحش يعلق. فاهمين الفكرة؟ لا، هياكل بعد ما يعلق، بس هي المشكلة ايه؟ انه لازم يقول كلمة بايخ. طب قلت كلمة بايخة يوم ما الأكل طلع عادب ولا مالح، ولا ما قلتش كلمة حلوة ليه يوم ما طلع مستوي؟ يبقى واضح مجتمعنا في نقص في التشجيع. ابنك يجيب 8/10 وليه ما جبتش 10؟ طب لما يجيب 6 هتقول له ايه؟ ولما يجيب 10/10 عادي، ده حاجة تخليه يطق. ده كتر خير العيال اللي عايشه كده.
وليه 8 من 10 ما تاخدوش في حضنك وتقول له برافو عليك والمره الجايه 10. بس برافو عليك دي تفرق معاه طول العمر، لانه انت قدرت انه اشتغل 8 ناقص 2، انما انت هتبص بص على الناقص بس. توزيع المهام، لما تدي مسؤوليه لحد، لما تدي مهمه حاجه تاسك يعني، ده لوحده نوع من التشجيع لانك كبرته، لانك وثقت فيه. الابتسامه تشجيع، الابتسامه بتقول للي قدامك انت كويس، I can trust you، انا بحبك، انت مقبول عندي، انت مهم عندي، انت كبير عندي، انا مش شايف عيوبك. كل ده يطلع في ابتسامة. واحنا مستخسرينها في الناس ومستخسرينها في بعض. تاني انا بتكلم في ايه؟ شهوة اسعاد الاخرين. لو انت تعبان ونفسك تسعد الناس مش هتستخسر تبتسم، ومش هتستخسر تقول كلمة حلوة حتى لو تعبان، وحتى لو مش طبعك، لا هتكتسبه من اجل الناس. مفيش حاجة اسمها طبعي كده، لا انت ما تولدتش كده، طبع الغريب ده دخل عليك، لكن انت اقرب لصورة المسيح لما تولدت، بس الدنيا لخبطتك. من طرق التشجيع التركيز على الانجازات مش الاخطاء. مفيش عمل في الخدمة احبائي بيطلع 10 من 10، لكن لازم تبقى نظرتي إيجابية، إن أنا أشوف الحاجة الحلوة اللي اتعملت قبل ما أبص على الحتة اللي كانت عاوزة ما تتعملش أو تتصلح. سهلة، ودي طريقة ربنا حتى في سفر الرؤية، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وعندي عليك، بس أنا عارف الأول. المكافآت المعنوية والمادية مشجعة جدا على فكرة، الكبار زي الصغيرين هنا، الكبير ممكن ما تفرقش معاه تمن الهدية، مش كل طبعا الناس، لكن مجرد ان انت بتكافئه معنويا كبير قوي عنده. تعمل حفلة لشخص معين تقديرا ليه، المكافأة دي غالية جدا عنده، الاعتبار ده حاجة كبيرة عنده، مشجعاه، انت لسه ليك رسالة، انت مهم عندنا. من طرق التشجيع على فكرة اللمسات النقية. الاخ اللي طلع في الفيديو ده، غير اللوحة الجميلة اللي عملها على الحيطة وكلفته ساعات، في حاجة محد يمكن قليل اللي خد باله منها، وهو بعد ما فتح الشباك لاخته حط ايده على شعرها وهو بيفرجها على اللي عمله. اللمسة دي مشجعة جدا بين اخ لاخته، اللمسة النقية مشجعة، اللمسة اللي لمسها المسيح للابرص مشجعة جدا، لأنها فيها إحساس بالحب النقي الجميل. طب ينفع تشجع نفسك ولا يقولوا عليك عبيط؟ لا ينفع، ومهم جدا. على الأقل أقول لك بس إيه، كلمتين لازم تقولهم يوميا كذا مرة. من فضلك خد التدريب ده، كلمتين على الأقل تسمعهم لنفسك يوميا، وياريت 100 مرة. أول كلمة أشكرك يا رب لأنك، مش لأني، دي مشجعة جدا. أشكرك أنك معايا، أشكرك أنك سترتني، أشكرك أنك سمعتني، أشكرك أنك سمحتني، أشكرك لأنك طيب، أشكرك، دي مشجعة جدا، دي كلمة مشجعة جدا. لأن ساعات إحنا ما بنعرفش نشكر، لأن مركزين على انا وحش. يا سيدي وحش تشرفنا، ما عرفنا مش تشرفنا، خلاص عرفنا طول النهار انا وحش انا وحش انا وحش، ما تقول انت حلو، خلي الدنيا تبقى حلوة، اشكرك يا رب لانك بتحبني، دي مشجعة. الكلمة التانية جميلة، كفاية اني، وحط اي جملة مفيدة، كفاية اني بخدم، كفاية اني حضرت القداس، كفاية اني مسيحي، كفاية ان انا حافظ امان الذي، كفاية ان انا ملياش اعداء، كفاية اني بحاول، كفاية ان، دي مشجعة ليك قوي، لان احنا ساعات بنبقى عاوزين نوصل لحاجة عالية قوي. اما كلمة كفاية ان، دي معزية مشجعة، لان ربنا دي طريقته في التقييم، هيبص للحتة اللي انت بتحاول تعملها، لكن الحتة اللي معرفتش
هيفوت. أحبائي نحتاج أن نسعد الناس، وعشان نسعدهم اتعلم تشجع، وعشان تشجع بص شوف ربنا بيشجع ازاي، وعشان تشجع اتعود تشجع نفسك. اشكرك يا رب لأنك، وكفاية إني بعد كده غرق الناس كلام حلو، وغرق الناس ابتسامات، وغرق الناس ثقة، هتلاقي حياتك مختلفة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد.